بنستعد للمؤتمر الاقتصادي اللي هينطلق يوم 23 أكتوبر الجاري. هذا المؤتمر اللي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة محلية ودولية وعدد من الوزارات ورؤساء اتحادات الصناعة. كمان هيكون في مشاركة من رؤساء الجامعات، رؤساء اللجان بمجلس النواب، الشيوخ بالقطاعات المختلفة والمؤسسات الدولية العاملة والمفكرين والخبراء المعنيين بكل التوجهات والأحزاب السياسية. دور الأحزاب السياسية هيكون إيه خلال هذا المؤتمر الاقتصادي القادم ورؤيتها أيضا والنتائج المنتظرة منه؟ خلونا نعرفها من يعني بعض المتخصصين والمسؤولين. معانا هاتفيا الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن. دكتور عمرو أهلا بحضرتك، بنرحب بيك. ومشاركة حضرتك أو استعدادكم لهذا المؤتمر الاقتصادي شكلها إيه؟ أهلا وسهلا بحضرتك ضيفتنا الكريمة وبمشاهدينك الكرام. الحقيقة إنه يعني حزب حماة الوطن دايما إحنا عندنا آلية للتحضير لأي شيء يخص الدفع تجاه عجلة الدولة والقيادة السياسية وما دعا إليه سيادة الرئيس في المؤتمر الاقتصادي. أولا، ما يراه حزب حماة الوطن هو أن يكون لنا بنية اقتصادية قوية كدولة. الحقيقة أن هذه البنية لا تتأتى إلا كما ينادي سيادة الرئيس دائما بتوطين الصناعات، توطين التكنولوجيا المختلفة. ده الحزب يمكن خدنا على عاتقنا هذا الأمر بمبادرات هذا الشأن فيما يخص توطين صناعات كثيرة داخل مصر، ولو خدنا على سبيل المثال توطين صناعة السيارات أو الصناعات التكميلية في السيارات. الحقيقة أنه الحمل الاقتصادي لاستيراد الأشياء التكميلية في صناعات كثيرة يمثل عبء قوي على الوعاء الداري وعلى العملة الصعبة للدولة، وبناء عليه فما يراه حزب حماة الوطن في هذا الشأن هو الدعوة الحثيثة والقوية لمختلف الصناع داخل الدولة المصرية بصنع ما يسمى بالبراند المصري البديل وبنفس الجودة. ويمكن اهتمامنا حضرتك بتتكلم على براند مصري بديل تحديدا في صناع في بعض الصناعات، ولا حضرتك بتتكلم عموما؟ لا، يعني احنا بنتكلم في صناعة السيارات على سبيل المثال، ولكن يعني ما نتمناه، لكن احنا بنسعى انه يكون في براند محلي مصري في كل الصناعات المصرية، يعني طبعاً في كل طبعاً القطاعات. طبعاً طبعاً، وده مهم جدا. الحاجة الثانية، جذب رؤوس الأموال والتعامل مع المستثمر الأجنبي. ما هي المعوقات التي لا زالت وما هي التجارب المماثلة لنا التي استطاعت أن تتغلب على معوقات كثيرة في جذب رؤوس أموال قوية؟ ويمكن الدولة قائمة على هذا الأمر من خلال القيادة السياسية وعلى رأسها سيادة الرئيس. الحاجة اللي برضو نتحدث عنها الاقتصاد الأخضر. والاقتصاد الأخضر دلوقتي هو الحاجات الهامة عالميا، وبحكم ان احنا داخلين على قمة المناخ الكوب 27 واحتضان شرم الشيخ لهذا الأمر، احنا محتاجين نسوق لفكرة الاقتصاد الأخضر والبحث عن التكنولوجيا البديلة عالميا الصديقة للبيئة، وده مهم. طيب حضرتك ذكرت ثلاث ملفات مهمة، فكرة انه يكون عندنا بديل مصري وطني في الصناعات المختلفة، فكرة الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال وإيه المعوقات اللي بتكون يعني بتقف أمام هذه الرؤوس المتدفقة رؤوس الأموال، والنقطة الثالثة الاقتصاد الأخضر. أكيد حضراتكم عملتوا ورش عمل وشفتوا إيه الحاجات اللي عندنا اللي ممكن نبني عليها، كان إيه نتاج هذه النقاشات؟ على سبيل المثال فيما يخص الاقتصاد الأخضر، الصناعات الخاصة بتقليل الانبعاثات، سواء كان مثلا في صناعة السيارات، سواء كان في استخدام
الكهرباء وتوزيعها، وده ملف من الملفات الهامة، وده براند مصري هام في توزيع الكهرباء والتعامل مع هذه الطاقة بشكل صديق للبيئة. نعم. الحاجة الثالثة برضو فيما يخص الزراعات الصديقة للبيئة، زي إحدى الحاجات السبايرولينا، الطحالب الخضراء الصديقة للبيئة اللي قادرة على التعامل مع الانبعاثات الكربونية بشكل قوي. والإضافة لكده كمان ما يخص صناعات الأخشاب التي تتميز بها مصر، إنه إحنا محتاجين نسوق لأنفسنا، محتاجين نقول أن مصر بها براندات أو بها علامات تجارية تميزها، وده كان من ضمن ورش العمل الهامة فيما يخص صناعات الأخشاب في لجنة التجارة والصناعة في أمانة اللجان النوعية بالحزب. نعم. أيضا مضافا لكل ذلك، يعني اعذريني إن أنا أقول صناعة الإنسان، إنه جودة أي منتج سيكون قائم على صناعة عقل من يقوم به، وده يمكن شعار إحنا بنرفعه دائما، صناعة الإنسان في كل ما يخص فكر الاقتصاد نعم المصري، وليس فقط صنعة محددة. احنا نعم محتاجين نقدم للعالم علامات تجارية عالية الجودة نعم ان شاء الله. هنفضل نتابع مع حضراتكم يعني هذه الاستعدادات وهذه الورش والنقاشات اللي بتتم استعدادا لانطلاق المؤتمر الاقتصادي يوم 23 أكتوبر الجاري. بشكر حضرتك دكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن.